مرحبا، كيف الحال؟ هذه أول محاولة لي في الفلوجينج. مش حيكون فيديو فلوجينج ما تخافوا، بس هو فيديو قصير عشان نحكي عن الورشة تبعت يوم الجمعة ويوم السبت. راح تكون ورشة، فأنا بطلع فوق من في شاشة فوق لازم تطلع هون. راح تكون ورشة عن السوشيال ميديا، نحكي أول شيء عن إيش هي منصات الإعلام الاجتماعي، حتكون بالعربي، مين بملك المعلومة وكيف صار في تحول التكنولوجيا، مين بملك المحتوى، مين منتج، مين متلقي. بعدين هنحكي عن الفيسبوك بشكل كبير، هنحكي عن إعدادات صفحة الفيسبوك وتقرير صفحة الفيسبوك وعمل إعلان عن صفحة الفيسبوك، وحيكون معنا ضيف باليوم الأول عشان يدخل يحكي لنا عن الإعلانات على الفيسبوك بشكل أقوى بكتير من خالد. اليوم الثاني حنحكي عن التويتر، نبدأ من أول للأخير، ندخل شوية بسناب شات، بعدين حنحكي عن انستغرام وكيف ممكن إنه نسخر الانستغرام بحيث إنه نعمل ترويج للمنتج تبعنا أو للعلامة التجارية، وفي بعض الأسرار والخبايا وبعض الأدوات من طرف آخر اللي هي تساعدنا إنه تخلي حياتنا أسهل في إدارة البراند على منصات الإعلام الاجتماعي. نراكم إن شاء الله يوم الجمعة. صاروا مسجلين 363 تقريبا، يعني يجولي بيجي تقريبا نصهم ثلاث ارباعهم. في جاي حلويات من محل خليها هلا سبرايز، بحكي لكم عنها بعدين، وان شاء الله الامور تكون تمام. هالمرة راح ندخل شوية جيمز وتشالنجز عشان الورشة ما تكون شوية بورينج، فان شاء الله حيكون في مفاجآت جديدة. نراكم. بالنسبة ليوم الأربعاء راح يكون في طموحي لايف، راح نجيب بعض الأشخاص معانا اللي عندهم الشغلات ممكن يساعدوا فيها وأفكار ممكن يساعدوا فيها ناس، وكيفهم وفي عندنا كم قضية من الأسبوع الماضي ممكن نحكي عنهم. شكرا، نراكم إن شاء الله يوم الأربعاء طموحي لايف ويوم الجمعة على الورشة. باي باي.